بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم، أتحدث معكم نبذة يسيرة فمن فنون الدفاع عن النفس نينجا، أسلوب من أساليب إنيجما شينوبي جسدو للمؤسس عبد الله ميرو. طريق فن النينجا الغامض هو معنى إنيجما شينوبي جسدو. ما الذي يميز هذا الأسلوب عن بقية الأساليب؟ تعرف ذلك حينما تتعرف على مؤسس هذا الفن عبد الله ميرو منذ صغري، وهو يمارس كثير من الأساليب فنون الدفاع عن النفس، وحلم أن ينتقل من أسلوب إلى أسلوب بحرية تامة دون أن يخرق أي قانون من قوانين هذه الأساليب. بفضل الله ثم بخبرتي أكثر من 33 سنة، استطاع أن يضيف في هذا الفن كثير من التقنيات وأساليب القتالية من كثير من الفنون، وشمل فنون النينجا والكونفو والأيكيدو والساموراي والباركور والكوبودو وأيضا كابويرا، وأيضا فنون اليوغا وفنون الطاقة وفنون المسكات والتكسير وفنون الشوارع، قتال الشوارع، وأيضا بعض الأسلحة والجمباز. استغرق في تأليف هذا الفن ما يقارب 9 سنين، ومما يميز أيضا أنه كتب وشرح باللغة العربية لكي يسهل التعلم. فشد الحيل. المزيد عن هذا الفن العريق، تابع حساب سوق عبد الله ميمون في اليوتيوب والإنستغرام وفيس وتويتر، ولا تنسى زيارة الموقع. وعما قريب إن شاء الله نراكم في الدوجو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم سعيد الزهراني من دوجو النينجا العربي، وفي هذه الدقائق سنتكلم عن فنون الدفاع عن النفس بشكل عام، وعن فن النينجا العربي إنيجما شينوبي جوتسودو بشكل خاص. وهل هذه الفنون أو هذه العلوم من العلوم التي يعني يجب على الإنسان أن يتعلمها؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. وفنون الدفاع عن النفس خير من يمثل هذه القوة. أيضا جاء في الأثر: علموا أولادكم السباحة والرماية وركوب الخيل. وهذه الحقيقة من فنون الدفاع عن النفس التي اكتسبها الناس في زمنهم، يعني ما كان عندهم تايكوندو أو جودو أو كاراتيه، يعني هذه العلوم التي كانوا يعتبرونها فنون الدفاع عن النفس. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما جاء في الحديث: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. قوة هنا يعني ليست قوة البدن فحسب، بل كل ما استطعتم من قوة، من قوة العقل، قوة البدن، قوة القلب، قوة المال، قوة المعرفة إلى غير ذلك. ونحن يهمنا الجزء الذي يتعلق بفنون الدفاع عن النفس، هو ما تطوره من قوة في جسدك وفي عقلك وفي قلبك وفي نفسك. ولكن إذا كان يعني تعلم فنون الدفاع عن النفس هو مطلب، أي الفنون ستتعلم؟ يعني الآن ما شاء الله الساحة مليئة بالفنون الشرقية والغربية، الصينية، اليابانية والكورية، يعني تحتار أي فن ستتعلم. تعلم الفن اللي يكون فن شامل كامل، يعلمك جميع مهارات فنون الدفاع عن النفس، ابتداء من التصدي، المراوغة، التفادي، الهجوم، الدفاع، الإخضاع إلى آخره من هذه الفنون، بالإضافة إلى فنون متقدمة كعلوم علوم العقل وتنمية العقل والطاقات إلى آخره. أكثر الفنون الموجودة حاليا في التي تدرس في الوطن العربي وغير العربي، الحقيقة بعضها وليس كلها، بعضها فنون غير كاملة ومختزلة، يعني لأسباب أو الأخرى لم تصل إلى المتدربين بالشكل المطلوب. وهذا يعود لأسباب كثيرة، منها أن بعض الدول تمنع تدريس هذه الفنون بالشكل المطلوب لما يتوافق مع قوانينها ومبادئها. أيضا بعض المدربين يختزل هذه الفنون على الشكل العام من أشكال التدريب، يعني لا يتعمق في الفن حتى يسهل عليه تدريب هذا الفن ويسهل على المتلقي تدرب على هذا الفن. فن النينجا العربي إنيجما شينوبي جوتسودو هو الفن الوحيد الذي له منهج واضح ومكتوب، وضع على أساس مراعاة قدرات المتدربين وتدرج في تمارينهم من الحزام الأبيض حتى الحزام الأسود. قسم المنهج في الجزء الحركي إلى 8 مستويات، ابتداء من الكيو 8 أو مستوى الحزام الأبيض حتى الحزام الأسود اللي هو الكيو الأول. وخلال هذه المسيرة من الحزام الأبيض إلى الحزام الأسود ستتعلم خلالها الكثير من مهارات الدفاع عن النفس،
مهارات التصدي، الإخضاع، الإفلات، الدفاع، الهجوم، التفادي، المراوغة، تكسير المفاصل، القتال الأرضي، الحركات الهوائية، والكثير الكثير من مهارات الدفاع عن النفس. إذا وصلت للحزام الأسود في كثير من الفنون، هذه تعتبر نهاية المطاف. في فن النينجا العربي هذه حقيقة تعتبر بداية المطاف للمحارب الحقيقي. أنت الآن لديك حزام أسود، لديك مهارات الدفاع عن النفس الكاملة، مهارات التحرر، مهارات الركل، مهارات الصد، مهارات القتال الأرضي، يعني الكثير من الأساليب التي تعلمتها خلال هذه المسيرة. هنا يجب أن تتعلم، يعني ما بعد الحزام الأسود، تبدأ في تعلم مهارات العقل. هذه يعني المهارات القوية، الحركات والخفة والسرعة والرشاقة، يعني هذه قوة حقيقة جامحة، لابد من عقل يشكم هذه المهارات. ستتعلم مفهوم سيادة العقل وكيف تقاتل بعقلك لا بجسدك. يعني كل المهارات التي اكتسبتها ما قبل الحزام الأسود، يعني ستكون أداة لعقلك ليس لجسدك فقط. إذا ستتعلم مهارات القتال بالعقل قبل الجسد، وكما يقول سوك دائما، أينما يذهب العقل يتبعه الجسد. وبعد أن تتجاوز هذه المرحلة، اتحاد أو التوازن ما بين العقل والجسد، تبدأ في مرحلة صناعة قلب المحارب. في المراحل القادمة ستتعلم تقوية قلب المحارب، ستدافع ضد هجوم حقيقي، ضد أسلحة حقيقية، سكاكين، سيوف حية، من هنا ينبع قلب المحارب. وإذا اجتزت هذه المراحل ستكون حصلت على النقاط أو نقاط المحارب الثلاث القوية، وهي العقل والجسد والقلب. لما تصل إلى مرحلة نقاط القوة الثلاث، العقل والجسد والقلب، لم يبقى إلا أن تتوجها بأهم شيء خلال هذه المسيرة، وهي المعرفة. والمعرفة هي السلاح الأقوى في هذه الفنون. المعرفة هي السلاح الأقوى بين كل الأشياء التي تعلمتها. يعني ستبدأ في تطوير مهاراتك في تأمل حقيقة الأشياء وإدراك ما يدور حولك. أيضا تعلم المهارات التي تفيدك، مهارات الطب، مهارات العلاج، مهارات البقاء، مهارات الصناعة، النجارة، الزراعة. يجب أن تحيط نفسك بهالة من العلوم المعرفية التي تساعدك على صناعة إنسان قبل أن تكون محارب. كانت هذه حقيقة يعني دقائق قليلة عن فن النينجا العربي. أسأل الله أن يديم علينا وعليكم الأمن والصحة والسلام. عيشوا بصحة جيدة وسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. معكم حسن إمام، عضو فريق نينجا العربي، أنيق مجنون بجيتسودو. من الأشياء الجميلة في فننا التي يصل بها لها الإنسان في فن نينجا أنيق مجنون بجيتسودو، يكون باختصار إنسان جغرافي. بغض النظر عن الفنون جميعها، عندك فن الجودو ولا جيتكوندو ولا الأيكيدو ولا الكاراتيه، كل الفنون هذه جميلة جدا، ولكن ما تحاكي مثل ما يحاكي فن النينجا. بالفعل يكون مثل إنسان جغرافي، يهتم بدراسة الطبيعة، علم الأحياء والنبات والإنسان والجماد وكل شيء موجود بالحياة، وينسجم مع كل شيء. من الأشياء اللي يوصلها لدرجة إن يصل إلى يعشق نعشق أجسادنا، من عشق لأجسادنا نبتعد عن كل شيء يضر بها، أيا كانت من تفكير أو شرب أو طعام أو رؤية أو سماع أو فعل. ميزة الفن حياتنا في تدريب مستمرة في كل وقت، يعني كل شيء إحنا مستمرين فيه في تدريب، إحنا قايمين ولا جالسين ولا سايرين، نتفاعل مع كل شيء، وهو تماما إحنا مثل، يعني نكون مثل الماء، هادئ لين صامت صلب عنيف وهكذا.
من الأشياء اللي تفنن فيه فننا لا يعني من الأشياء اللي يعني زي ما أقول الفن لا يحب الاستعراض ولا أي حاجة، بس لكننا مقاتلين يعني، أو لكن اللي يتفنن فن النينجا مقاتل عنيف يحب ينهي قتاله بأسرع وقت وأكثر طرق، لا يجعل عوائق في طريقه، يجيد في استخدام الأدوات في دفاع عن نفسه. وكذلك من الأشياء يعني يزيد من مهاراته مهارات التايرين جوتسو وتقوية التايرين جوتسو معناه تقوية الجسد، وكي جوتسو تكيف الجسد مع العقل، وتايسا باكي اللي هي مهارات التفادي، وأوكيوازا مهارات الصد، تايهي وتاي هودوكي تحرير الجسد من يعني ما تتحرر جسدك من كل شيء، والميسوت مثل التأمل. والدرجات الكبيرة في فن النينجا نيجمو شنوبي جيتسو دو اللي هو بعد الحزام الأسود وأنت طالع اللي هي الكوجي وغيرها. المقصد من العبارة إنه فن النينجا فن عميق وليس كأي فن، وهذا من الأشياء اللي إحنا حبينا هذا الفن. نيجمو شنوبي جيتسو دو فن النينجا أو فن النينجا العربي وكيف عمقه ودراسة الفن هذا ليس بكل سهولة وليست بكل الفنون التي نعرفها، يعني أنه فن عميق وفن شامل يشمل أشياء كثيرة جدا جميلة. لا أقدح الفنون البقية، لكن الفنون البقية جدا جميلة، تتكلم مثلا عن جود كوندو ولا جودو ولا لايكيدو ولا مثلا الكاراتيه ولا التيكواندو، غير هذه الفنون كلها جدا جميلة ورائعة يعني. ولكن بتكلم عن فن النينجا الذي نحن فيه. يعني من الأشياء الجميلة التي سنصل لها أو يصل لها الإنسان في فن النينجا خصوصا نيجما شينوبي جيتسودو، يكون باختصار الإنسان كأنه إنسان جغرافي يهتم دراسة الطبيعة، علم الأحياء والنبات وكذلك الجمادات، كل شيء موجود بالحياة ينسجم مع كل شيء، طبيعة الإنسان النينجا يعني. يصل لدرجة أنه يعشق جسده، فيتجد أنه يبتعد عن كل شيء يضر به أيا كان من تفكير أو شرب أو طعام أو رؤية أو سماع أو فعل، كل هذه الأشياء تلاقيه مهتم ويعشق جسده، ويعني من عشقه لجسده أثناء تدريبه يعني يهتم في نفسه، ألام التدريب يعشقها زيادة. ميزة الفن إنه حياة الإنسان النينجا أو حياة شخص النينجا إنه أن التدريب عنده مستمر دائما، ما هو مثل يعني ما يتدرب ساعة ساعتين في اليوم مثلا 4 ساعات، لا تلاقيه هو كل وقته تدريب، يعني وقت تدريبه ما تحس انه وقت قليل، لا في كل وقته هو تدرب، سواء كان يعني قائما جالسا سائرا بين الناس اي شيء، الاهم شيء انه يعني يحس يعني تركيزه كله في التدريب، يدرب نفسه دائما، فتلاقيه دائما جاهز ومستعد، يتفاعل مع كل شيء، وهو تماما مثل الماء، هادئ لين جدا صلب عنيف، اي شيء يعني هو مثل الماء، احيانا تلاقيه او خاص يعني زي كذا. المتفنن بفنون هذه الفن ترى ما يحب استعراض ولا يعني يشوفوني ولا حاجه، تلاقيه هو بين حال نفسه، بس لكنه مقاتل عنيف يحب ينهي قتاله في أسرع وقت ممكن وبأقصر طرق ممكنة، لا يجعل عوائق طريقه أبدا أبدا، ما تلاقي وضع عوائق في طريقه، يجيد استخدام كل الأدوات القتالية سواء كانت سيوف خناجر أي كانت يجيدها، ما تلاقي يجعل لها عائقا، وهذا كله دفاعا عن نفسه. وكذلك من المهارات التي يجيدها المهارات الحركية، زي ما يعني تعرفون حزام الأبيض إلى الأسود، من أسود دان إلى 10 دان، كل هذه لها درجات مرسومة، ما هي كمثل يعني
ما هي درجات كذا مبعثرة، لا مرسومة، تصل مرحلة مرحلة، منها حركية، مهارات حركية، مهارات ذهنية، كل من الحزام الأبيض إلى الأسود تلاقي هذا مركز في كل شيء، عايش على قول السوكا يعني عبد الله ماينر مدربنا، يقول مثلا الإنسان لازم ينسجم بين عقله وروحه وجسده. هذه الثلاثية لها ثلاثية أبعاد، ما هي بكل سهولة يعني أحد يصلها. تركيزنا مبدئيا من الحزام الأبيض إلى الحزام الأسود أغلبه حركي، ومن ثم ننطلق إلى حزام إلى شيء اللي هو انسجام الذهني والروحي وهكذا. من الأشياء مثلا نتعلمها كمهارات حركية عشان نعرفها أغلب الناس الأشياء المتقدمة سنصل لها إن شاء الله عما قريب. عندك تارين جوتسو اللي هي تقوية الجسد، كي جوتسو تكيف الجسد مع العقل، عندك برضو اللي هي تاي سباكي اللي هي مثلا تقنيات التفادي والمراوغة وكذا، وكيوازا مهارات الصد، وتاي هودوكي تحرير الجسد من القيود والكلام هذا، الميسو التأمل، أشياء كثيرة جدا موجودة من الأشياء الحركية أنا ذكرت بس أبرزها يعني موجودة في هذا الفن الحركية. تأتي بعدها مثلا هي الكوجي ولا أشياء الباقية مثلا، ولكن هذه الفنون داخل فن النينجا العربي. من النادر تلاقي من فنون تركز على هذه الأشياء الثلاثة اللي هي الجسد والعقل والروح، ولكن في فن النينجا إن شاء الله نصرها كلنا بإذن الله، في من شباب أعضاء النينجا أصدقائي وزملائي بإذن الله يعني سنصل لها وسنصل إلى أعلى درجات لنحافظ على أنفسنا. وزي ما قلت إنها هي يعني الواحد يصل إلى عشق الجسد، ونحن بدأنا في عشق جسدنا بالذات في مرحلة ألم مع التدريب نعشقها كثيرا. ويعطيكم العافية، جزاكم الله خير، والسلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في هذه العجالة أحببت أن أشارك ولو بكلمة يسيرة عن فن النينجا العربي نيجما شينوبي جيتسو دو. هذا الفن المتكامل والرائع الذي يصلح للكبير والصغير، للذكر والأنثى، والحمد لله. هذا الفن أصبح سهل وفي متناول الجميع، ونشكر الله سبحانه وتعالى، ونشكر ثم نشكر السوك ماينر على أن سهل لنا تعلم هذه التقنيات والفنون وجمعها لنا في فن واحد. حقيقة بدايتي مع فنون الدفاع عن النفس كنت أتعلم الكاراتيه، وكنت يوم من الأيام أحلم بفن يعني يجمع أساليب كثيرة، يجمع فنون كثيرة، والحمد لله أن تهيأ لنا وأصبح هذا الفن في متناول الجميع. حقيقة هذا الفن يجمع أساليب كثيرة وعلوم كثيرة، من ضمنها علم الأحياء، علم الكيمياء، علم الفيزياء، علم الفلك، علم الأرض، وفنون كثيرة. فأنصح نفسي وأنصح كل من يرغب في تعلم هذه الفنون من خبير، وأن ينضم إلى هذا الفن وهو فن النينجا العربي. وحقيقة أشكر أخواني الذين سبقوني بالكلام عن هذا الفن، وهذا ما كان وهذا ما تيسر لي ذكره، وأشكركم جميعا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. معاكم أخوكم سعود الحربي، أحد الأعضاء المنتسبين لنادي النينجا العربي، واتفقت مع زملائي بتقديم فيديو تعريفي بهذا الفن العريق والقديم. فلنبدأ بالحديث عن مفهوم الدفاع عن النفس. مفهوم الدفاع عن النفس فطرة خلقها الله سبحانه وتعالى لجميع مخلوقاته صغيرها قبل كبيرها، لتدافع عن أنفسها وتحمي أبنائها. فتجد بعضها ذات مخالب، وتجد بعضها ذات أنياب، وذات أشواك مسمومة وعضات مسمومة وهكذا. لنتطرق بالحديث عن جسد الإنسان. جسد الإنسان تجد سبحان الله عندما يهاجم فيروس معين دخيل على الجسد، تجد الخلايا
تقوم بمحاربته والدفع به إلى خارج الجسد لينعم الإنسان بالصحة والعافية. فنصل إلى نتيجة أن مفهوم الدفاع عن النفس وسيلة للحماية ووسيلة للتقوية ووسيلة للتهذيب وهكذا. ومن الجميل أيضا في فنون الدفاع عن النفس أن تكون لديك فرصة لاكتشاف الأسلحة الموجودة لديك واكتشاف قدرات جسدك ومقدراتك وحدودك. ستكتشف وستعرف أن أصابعك ليست إلا مخالب، وأيديك هي سيوف معك، وأرجلك ما هي إلا أصوات تمتلكها. ما هو تعريف فن النينجا أو الشينوبي؟ قد يتساءل الكثيرين عن وجود هذا الفن، أم هو محض من الخيال؟ في الواقع موجود هذا الفن. فن النينجا هو فن خليط لجميع الفنون القتالية، فأخذ أفضل ما لديها سواء فنون أرضية فنون هوائية، تجدها جميعها في النينجا. سأتحدث عن فريق نادي النينجا العربي وما هو ما هي الأجواء في داخل هذا العرين. طبعا التحقت بهذا النادي قرابة 3 أشهر من الآن. للأمانة التحقت بعدة في عدة مجالات، يعني دخلنا في الغوص، دخلنا في الفروسية، دخلنا في نوادي اللياقة والحديد. للأمانة لم أجد أبدا أجواء رائعة وإيجابية ومتفائلة ومتطلعة إلى الغد مثل ما وجدته لدى هؤلاء الرائعين المتفانين. أجواء أخوية، متناصحين فيما بينهم، متحابين في الله، متعاضدين مع بعضهم. تجد اهتمام كل واحد فينا في اتجاه الآخر. تجد قلوبنا مجتمعة تحت راية واحدة، وهي راية التوحيد، راية هذا البلد الطاهر المملكة العربية السعودية. هؤلاء الشباب بعكس الغير منهم لا يتطلعون أن يقدم لهم وطنهم شيئا، بل يتطلعون لكي يقدمون لأوطانهم أشياء كثيرة، ويتطلعون لخدمة بلدهم وخدمة وطنهم ورفع راية التوحيد عاليا في كل المجالات. وعندما نتحدث عن هذا العرين لا بد أن نذكر الأسد المقيم في هذا العرين، السوق المؤسس الرائع عبد الله ماينر، أخي العظيم الكبير الذي أفتخر بوجوده وأفخر بوجود هذا الشخص في بلدنا المملكة العربية السعودية. هذا لو كان في أي مكان آخر لكان جعلوه كأسطورة لديهم، لأنه أفنى حياته في هذا العلم وفي هذا المجال، ولم يختزل هذا العلم ويبخل به لنفسه، بل قام وأحيا أجسادا كثيرة بهذا العلم. يستحضرني موقف عندما شاهدته يتطلع إلى إخواني وهم يتدربون جاهدين، رأيت نظرة في محياه للأمانة لم أراها إلا في أب فخور بأبنائه، وهذه أنا متأكد منها. مجرد الجلوس بجوار هذا الرجل، مجرد الحديث معه، ستستفيد الكثير والكثير من مواهب، من قدرات ما شاء الله تبارك الرحمن، من علم، من مواقف غريفة وطريفة. عموما جميعها بفوائد. جلساته علاج للروح للأمانة، يعني هذا الرجل عجيب وغريب ما شاء الله تبارك الرحمن عليه، الله يحفظه لنا ويخليه يا رب إن شاء الله.
والله فخور فيه وشرف عظيم لي أنا شخصيا أني أكون منتمي لهذا الفريق. وفي الختام يا إخوان، هذه ليست دعاية تجارية أو أشياء لا تعود لكم بفائدة. تابعوا قناة النينجا العربي، ستجدون كل ما هو مفيد بإذن الله تعالى، ولا يوجد فيها ما يغشكم، إنما ستجد كل ما يفيدك ويفيد من حولك بإذن الله تعالى. ورسالتنا لكم: حافظوا على صحتكم، حافظوا على لياقتكم، حافظوا على هذا الجسد، ودمتم دوما بتاج الصحة والعافية. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحب أعرفكم بنفسي، أنا هيثم، أخوكم هيثم ابن عاير ابن عوض الصحبي، أحد أعضاء دوجو نينجا العربي الحاصل على حزام أزرق بنجمة. قريبا إن شاء الله سنحصل على الحزام الأسود بإذنه سبحانه وتعالى، ونصبح مدربين في هذا المجال إن شاء الله. أنا حاب أوجه رسالة إلى المجتمع من دوجو نينجا العربي، من أحد أعضاء دوجو نينجا العربي بمعنى أصح، أن دوجو نينجا العربي والله الحمد فيه رجال يخافون الله ومسلمين يقولون لا إله إلا الله محمد رسول الله. قد يسأل البعض: هل النينجا موجود؟ هل النينجا حقيقة؟ جوابي لهذا السؤال نعم، أو الجواب هو نعم، يوجد فن النينجا، وقد أتى فن النينجا من في اليابان، بدأت حيث أتت من الفلاحين البسطاء الذين كانوا لا يجدون ما يدافع عن أنفسهم، وكانوا يأخذون رجال الساموراي أموالهم ومحاصيلهم وكل ما لديهم عنوة، فمن هنا أتى فن النينجا، والهدف منه كان الدفاع عن محاصيلهم وعن أنفسهم وعن أعراضهم وعن بيوتهم. قد يقول البعض: هل فن النينجا فيه سحر؟ قد يكون فيه سحر، الله أعلم، لكن في دوجو نينجا العربي لا يوجد فيه أي سحر من الله الحمد، ولا نعترف بسحر الحمد لله، لأننا مسلمين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن هناك أسرار وخداع وتوهم الخصم، فبالتالي قد يعتقده البعض أنه سحر، ولكن في الحقيقة ليس سحرا، بل هو تكتيكات ووهم للخصم بحيث أنه يقوم بهذه الحركات، وهي في الحقيقة ليست سحر، بإنما هي تدريبات وتمرينات سنين وسنوات وسنوات حتى يتقنها النينجا. قد يسأل البعض: ما الهدف من فن النينجا؟ الهدف من فن النينجا هي حماية أوطاننا وحماية أنفسنا وأعراضنا وأهلنا وحماية هذا الوطن الغالي علينا. ولله الحمد، نحن في بلاد ربما يحسدنا الكثير عليها في أمن وأمان ورخاء وعيش، ولكن هذا لا يمنعنا أن نتدرب ونتعلم فنون الحرب، لا يمنع أبدا، لأننا نحن أمن ندافع ونبقي هذا الأمن والأمان. أمن والأمان يحتاج رجال، يحتاج رجال حقيقيين يعرفون ويجدون استخدام فنون الحرب والسلاح حتى يبقوا في أمن وأمان، وإلا الأمن والأمان لوحده كذا ما بيجينا. قد يكون البعض: رسالتك توجهها لمين؟ للمجتمع بشكل خاص، قد يكون للصغير للكبير، إلى الشاب المتعلم أو الشاب اللي مثلا محصوله التعليمي محدود أو قليل. وقد يكون البعض: ما الهدف من هذه الرسالة؟ الهدف من هذه الرسالة تعريف فن النينجا العربي، وهو لا يمكن أن أحصله في فيديو كم دقيقة أو دقيقتين. النينجا العربي فن كبير جدا وفن واسع جدا، وهو فن الحياة بحد ذاتها. وقد يقول البعض: ليش؟ لماذا؟ طيب إيش معنى فن النينجا بالذات؟ فن النينجا هو فن حرب حقيقي، يعلمك كيف تدافع عن نفسك، كيف تعرف، كيف تتفقه في أمور هذه الحياة، كيف تتطور مع ذاتك، كيف تتحدى نفسك وتقوم وتنهض بعد كل فشل، بعد كل
بعد كل محاولة تزيد وتعيد المحاولة إلى أن تنجح فيها. فن النينجا ليس فن عادي، يعني ليس مجرد صالات تعلم اللكم والركن فقط، لا، تتعلم أشياء كثيرة في دوج النينجا العربي. قد يسأل البعض وش هي؟ تتعلم معنى الحياة، تتعلم كيف تعيش في أسوأ الظروف وفي أصعب الظروف وفي أسوأ حالاتك النفسية. قد تكون أنت في حالة الحزن أو في حالة الفرح أو في حالة اليأس، فالنينجا بعد الله سبحانه وتعالى توفيقه قد تتجاوز هذه المراحل الصعبة. قد يكون البعض مش دخل هذا في النينجا، ربما التفكير على النينجا لأنه ذاك المحارب الأسود اللي يحمل السيف ويقوم بمهماته، وقد يكون السينما صورت هذا الشيء، يعني صورت أن النينجا هو ذاك المحارب المتلثم لا يظهر بين عينه ويقوم بمهمات السرقة والقتل والتخريب والحرق والاغتيالات، ولكن هذه هي السينما هدفها المال، يعني بالأكيد بتصور لك على النينجا، لا يهمهم فن النينجا، يهمهم ما يدخلونه في جيوبهم، عشان كذا يعملون عرض وشو أن هذا المحارب اللي يستطيع أن يقفز مسافة مبنى أو يقفز من مبنى لمبنى، أو ربما يخترق الجدار أو يمشي على الجدار مثلا. فكل هذا اللي في السينما، يعني 90% من اللي في السينما وهم في وهم، أو بمعنى صح مجرد أمور سينمائية يسمونها الهدف جذب الناس وكسب المال. فن النينجا العربي، فن النينجا العربي لا يعلمك الفنون الجسدية فقط، بل هو أعمق بكثير من العمق نفسه. في دوج النينجا العربي العلاقة بين ليست العلاقة بين مدرب وتلاميذ، بل نحن عائلة واحدة كأخ وإخوانه، كالأب وأبنائه. في دوج النينجا العربي يعلمك أدبيا، أخلاقيا، دينيا، جميع الصفات الحميدة والجميلة في هذا المجال، وتعلمنا الكثير من المهارات التي لم نحلم بها من قبل وأصبح اليوم حقيقة في إتمام هذه المهارات وإتقانها، وأصبحنا نجيد الدفاع عن أنفسنا دون الحاجة لغيرها، ونستطيع صنع أدوات تدريبنا بأنفسنا وغيرها من الأدوات دون دفع المال لشراء هذه المنتجات أو شراء منتجات تقليدية. ونستطيع بفضل الله ثم بفضل هذا الفن أن نوفر لأنفسنا سبل الراحة. تميز فن النينجا العربي بأنه شامل لجميع فنون القتال، بحيث مقارنة الجودو والكونفو والساموراي والكابويرا وفنون التكسير وفنون الطاقة والهابكيدو والجوجوتسو والمصارعة والكيبودو وفنون الطاقة التشي والكي والشاكرا والكثير من هذه الفنون الجميلة. وقد أسس هذا الفن الرائع والجميل هو السوق عبد الله ماينور، بحيث أنه منذ الصغر بدأ في تعلم هذه الفنون من أساسياتها إلى ما هو عليه يومنا هذا. وقد بدأ في تأسيس هذا الفن منذ سنوات إلى هو ما عليه الآن، حتى أصبح ما عليه الآن. ونسأل الله العزيز الحكيم أن يكون في موازين حسناته في توعية الشباب والمجتمع بشكل عام لأن هذه الفنون أسست لمبدأ الدفاع عن النفس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أول شيء بسم الله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أنا بالنسبة لي فن النينجا ما هو زي أي فن مثل الكاراتيه والجيدو والكونغ فو. فن النينجا انسجام الروح والعقل، وإذا ما انسجمت ما يعتبر نينجا، ولازم يكون نينجا يقظ وحذر، وإذا ما كان يقظ وحذر كيف يصير نينجا؟ فرضا واحد سبع دان، لا يقول خلاص أنا سبع دان، حسامي سبع دان، أي حد يجيني راح أهزمه. هو راح يهزم أي شخص بقبضته، بس يقدر هو يحل المشكلة بالحب والاحترام،
وأفضل ما في النينجا أنه هادي صبور ويثق بنفسه، ما يحب مساعدة الآخرين كثير. كيف النينجا فن انسجام الروح والعقل، ولا هي زي أي فن مثل الكونغ فو والكاراتيه. فن النينجا لازم يكون ناقض وحذر في جميع أحواله وأوقاته. وأنا اللي تعلم وفن النينجا بعد انسجام الروح والعقل ودراسة البيئة والمناطق من حوله، وأنا اللي تعلمتها الصبر وثقتي بنفسي ارتفعت، وما صرت أخاف من أي شخص، وخلاص أنا صرت يقظ. والشيء اللي تعلمته أنا هو الصبر وجدت ثقتي بنفسي، ولا صرت أخاف من أي شخص خلاص. الشكر لله ثم للسوق والكابتن والشباب اللي في الجروب، وأنا أشكركم. زي ما قال السوق عمره 12 سنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اسمي تركي محمد القثمي، حاصل على الحزام أزرق. أتكلم عن ثلاثة أمور: من هو النينجا، وما هو فن أنيق مشهور بجسته، وما أنا تعلمت في هذا الفن. من هو النينجا؟ النينجا هو إنسان جغرافي يهتم بدراسة الطبيعة وعلم الأحياء والنبات والإنسان والجماد وكل شيء موجود بالحياة، ويهتم بتمرينه، وهذا ما رفع في مستواه العلمي. فهو إنسان ينسجم مع الطبيعة، فهو هادي مثل الماء وقوي مثل الحديد وعنيف عند الحاجة، وهو مستعد في أي وقت وتحت أي ظروف. ما هو فن أنيغما شونوبوجيتسو؟ معنى أنيغما شونوبوجيتسو طريق فن النينجا غامض، وهو مجموع من الفنون في فن واحد. يعتبر هذا الفن على أساليب كثيرة، منها دراسة مناطق ضعف الإنسان والحيوان ودراسة النبات. ويحتوي هذا الفن من فنون البقاء والتعايش في الصحراء تحت الظروف الصعبة. يعلمك كيف تستخرج الماء من بطن الأرض، ويعلمك فنون التكسير والمسكات، فنون قتال الشوارع، الجمباز، الأسلحة مثل السيف، الشوركن، البوشوركن، فنون الرمي، التقنيص، الكابويرا، الباركو، فنون اليوغا والاسترخاء والطاقات الداخلية والخارجية، تشي كونغ، الكي تشي، كل أمور الطاقة. أنا تعلمت في فن أنيغما شونوبوجيتسو، الحمد لله تعلمت أشياء كثيرة. أول شيء طالتي تحسنت، ركلات، ضربات، مسكات، تكسير، جمباز، تشي كونغ، صنع أسلحة. تعلمت كيف أصنع شوركين، البوشوركين، كيف أصنع نينشاكو. قبل ذا كله الحمد لله صحتي تحسنت، جسمي بدي يقوى، ثقتي في نفسي زادت. فأنصح أخواني اللي يبغون يمارسون رياضة، أنصحهم بفن أنيغما شونوبوجيتسو. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أخوكم مشعل الغامدي، حاصل أحزام أزرق في فن النينجا العربي أنيغما شونوبوجيتسو دو. حاب أتكلم اليوم عن رأي الناس أو تفكير الناس عن ممارسين فنون الدفاع عن النفس، وإيش نظرتهم عن إن إحنا كممارسين فنون الدفاع عن النفس. أغلب الناس بيقولوا إنه نحنا بنمارس فنون الدفاع عن النفس بسبب ضعف، أو إن إحنا عندنا ضعف في أجسادنا فما نقدر نضارب أو نخش فايتات زي ما بيقولوا. فجميع البشر خلقوا هم يقدروا يضاربوا، يقدروا يهاجموا، عندهم القدرة الهجومية، بإمكانك تشيل حجر وترميها على أي شخص وتضرب أي شخص أيا كان. لكن مو كل البشر بيقدروا يدافعوا عن نفسهم، فهذا سبب التحاقنا في فنون دفاع عن النفس، لأجل أن نقدر ندافع عن نفسنا وننهي القتال بدون أي ضرر لا علي ولا على خصمي. فهذا الهدف الأساسي من التحاق لفنون الدفاع عن النفس: تهذيب النفس، معرفة علم جديد، علوم جديدة، نستفيد في أوقات فراغنا بأمور يعني تفيدنا عقليا وجسديا وروحيا. أما النقطة الثانية بسبب التحاقنا بفن النينجا العربي أنيغما شونوبوجيتسو دو، إنه فن ممزوج بفنون عديدة وأمور كثيرة، ففن يغطي جميع نقاط ضعف الجسد. إن تبغى تتعلم صدات أو زي ما نحن نقولها هينكات فموجود، إن تبغى ركلات موجود، إن تبغى جمباز موجود، تبغى أمور عقلية وذهنية أيضا موجود. في الأخير مارس هوايتك أيا كانت، حتى لو كان رأي الناس إنه بيقولوا لك هذا شيء ما منه فائدة، ما راح تستفيد، مع الأيام راح يشوفوا مستواك، راح يشوفوا تقدمك، راح تبدأ تتغير نظرتهم في هذه الفنون، لأنه كمجتمع عربي جديدة عليهم هذه الفنون. ف
ما حيكون عندهم ذاك الإقبال الكبير على شيء أنت تسويه، فكل ردهم حيكون إنه إلى متى أنت حتتمرن، إلى متى، إيش تبغى توصل، إيش تبغى تصير، يعني هل بكرة بتصير زي بروسلي؟ هذه أكثر مقولة ممكن نسمعها كممارسين فنون الدفاع عن النفس. فالمهم إنك أنت تمارس الشيء اللي أنت تحلم تكونه، ودع كلام الناس خلفك. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكل من يتساءل عن فنون الدفاع عن النفس، وبالأخص فن أنيغما شنوبي جيتسودو. ما هو الفرق بين فنون الدفاع عن النفس الأخرى وفن النينجا؟ فنون الدفاع عن النفس الأخرى تعتمد على تكنيك معين أو حركات معينة، مثل استخدام اليد أو استخدام الرجل. فالمعروف أن الرجل أقوى من اليد 3 مرات. في دوجو النينجا العربي لدينا تمارين خاصة لتقوية اليد لتصبح متساوية بقوة الرجل. فنون الدفاع عن النفس الأخرى يوصل المتدرب إلى مرحلة تكرار وملل، يعني كل يوم ركل، كل يوم لكم، كل ما يجتاز من حزام الآخر يواجه نفس التمارين. في دوجو النينجا العربي لدينا تمارين مختلفة، بالإضافة إلى النينجا أن كل ما تجتاز من حزام إلى آخر تواجه أشياء جديدة بعكس الفنون الأخرى. فنصيحتي لكل من يبحث عن فنون الدفاع عن النفس، فن النينجا شامل لجميع الفنون. فهذه نبذة بسيطة حبيت أقدمها لكل من يبحث عن فنون الدفاع عن النفس. بص، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمي محمد غالب، أتمرن فن أنيغما شنوبي جيتسودو، واصل للحزام الأزرق. حابة أتكلم عن أول نقطة، ما معنى فن أنيغما شنوبي جيتسودو؟ معنى الطريقة الغامض لفن النينجا هو مقاتل النينجا. كيف يوصل لمراحل متقدمة عالية من الجمباز، الركلات، الضربات والكثير منها؟ أولا، المتدرب النينجا ما يدرس نقاط ضعف الإنسان فقط، بل يدرس نقاط ضعف الإنسان ونقاط ضعف الحيوان أيضا، ويدرس النبات ويدرس الجماد ويدرس كل شيء في الحياة من حوله. ذلك لديه خبرة كبيرة في أمور الحياة، ولذلك يدرب عقلك، يدرب روحك، يدرب جسدك، يدرب قلبك، يدرب عقلك. إيش الناس كانوا يقولوا لي لما كانوا الناس يقولوا لي عن فن أنيغما شنوبي جيتسودو؟ كانوا يقولوا لي مجرد كذب، تفاهات، ما حيفيدك. بس طلع كلامهم خطأ، طلع أن هذا الفن هو الفن المتكامل اللي يجمع من جميع الفنون، الأكيدو والتيكوندو والجمباز والكاراتيه ولا ما لا نهاية. هذا الفن الوحيد الذي يجمع كل هذه الفنون ويخليك تتنقل بين هذه الفنون كلها دون ما تخالف أي قانون من هذه الفنون. يوجد الكثير من الركلات في هذا الفن، والأسلحة والقبضات والضربات، الكثير الكثير. وهذه بس نبذة بسيطة عن فن أنيغما شنوبي جيتسودو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبعا اليوم موضوعنا نتحدث، ما ورد سؤال، ما هي النينجا بالنسبة لي وما أعرف عن فنون النينجتسو؟ طبعا نبدأ، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا فن النينجتسو هو فن يبتسم بالإبداع والأصالة، ويبتسم بالقوة الجسدية والعقلية والذهنية لدى المحارب، بينما يجمع فنون النينجتسو جميع فنون الدفاع عن النفس، ويظهر لنا فن أنيق، فن رفيع، فن تاريخي، فن مميت يسمى بفن النينجتسو. فن النينجتسو فن خليط من جميع الفنون القتالية. مثلا نرى فن التايكوندو. فن التايكوندو فن يبتسم بالركلات العالية والركلات القوية والركلات الثلاثية والركلات الرباعية وغيرها من الركلات القوية. تأتي فن
التايكوندو. في فن النينجتسو هو فن مهم في فنون النينجتسو. فن التايكوندو فن مهم في فنون النينجتسو، يعني يوجد في النينجتسو يوجد فيه الركلات العالية والقوية والضربات القوية جدا. ونأتي مثال آخر إلى فن الباركو. فن الباركو طبعا فن اللعبات البهلوانية مثل هالشقلبة الخلفية، الشقلبة الأمامية وغيرها. تأتي إلى فن النينجتسو، إنه فن الباركو فن مادة مهمة في فنون النينجتسو. فما تعتقدون إن فن النينجتسو يجمع جميع الفنون القتالية ويعطينا فن قتالي مبدع ويسمى بفن النينجتسو؟ طبعا انا ما اعرفه عن فن النينجتسو، هو فن استخدمه المزارعين اليابانيين للدفاع عن اراضيهم وعن بلدهم والدفاع عن استقلالهم. طبعا يتسم فن النينجتسو بكامل الابداع والمهارات والطاقة الاساسية لدى اللاعب، بينما يجمع فن النينجتسو للاعب يجمع طاقته الذهنية وطاقته العضلية، يجمع ما في الاثنان ليظهر لنا لاعب النينجتسو او اللاعب التام في الظل. نشكر جميع دوجل النينجا العربي، وها انا ما اعرفه عن فن النينجتسو، واشكر معلمي وكابتني الكابتن عبد الله ماينر. بسم الله الرحمن الرحيم. معاكم السيد العمري، تلميذ ماينور ممارس فن النينجا العربي، أنيجما جنوبي جيتسو تحت قيادة السوق الشيخ علي ماينور. طبعا احنا نتكلم على فن النينجا العربي. فن النينجا العربي هو الرجل الكامل والكامل لله سبحانه وتعالى. طبعا اغلب الناس يتكلموا ان النينجا سحر وشعوذة بيطير، لا بالعكس، احنا ناس عرب مسلمين نخاف الله وننطق شارة لا اله الا الله محمد رسول الله. طبعا هذول الناس اللي يتكلموا عن النينجا لا يفقهون شيء عن النينجا ولا يعرفون شيء عن النينجا. النينجا هو سر الحياة. طبعا النينجا فن البقاء، اللي هو تقدر في الصحراء اذا ما عندك شيء نار تقدر كيف تجيد النار. يقدر يعالج نفسه إذا نسأل من العقرب أو ثعبان، يقدر يعالج نفسه. هذه من فنون البقاء وأشياء كثيرة. طبعا النينجا تقدر تدافع عن نفسك، تدافع عن أهلك، تدافع عن شرفك، أشياء كثيرة. طبعا الناس هذولا اللي ما يعرفوا شيء على فن النينجا العربي، النينجا ليست ركلة أو لكبة أو شقلبة، النينجا يبغى له صبر. مو زي يعني مثلا فنون الباقية اللي تقعد سنة وسنة ونص وخط حزام الأسود، لا، النينجا صعب. واللي ما يقدر يتحمل ويستمر في النينجا هذا ما حيمشي، لأن النينجا ليست رياضة وليست لعبة، إنما فن الحياة والعيش بالسلام. النينجا هو الأخلاق والسلام، وتكون متواضع، هذا هو. تعلمنا في فن النينجا العربي أن نحترم كل شيء حولنا، وتعلمنا في فن النينجا العربي أن نصنع أدواتنا بأنفسنا. أنا اليوم حاب أتكلم النينجا، بس من يعرف من فين أبدأ بالضبط؟ يعني تعرف أنت النينجا فن يعني كبير متشعب، أوكي يعني، بس أنا خليني أختصر لك، يعني أختصر لك حق سنين قدام، أختصر لك يعني زي ما يقولوا أسأل مجرب، أوكي، أسأل مجربين زي ما يقولوا. يعني خليني أقول لك كثير تدربوا فنون او رياضات او زي ما يسمونها العاب رياضيه، يقعدوا سنين يتدربوا، سنه سنتين ثلاث سنين اربع سنين، يوصل احيانا تسال واحد تقول له كم تمرنت او كم قاعد في هذه اللعبه الرياضيه وكذا.
يقول لك لي 6 سنين، بعضهم 7 سنين، بعضهم أكثر، بعضهم أقل. تجي تشوف، تجي تشوف مستوى، تجي تشوف شيء ما في شيء يعني يذكر زي ما يقولوا، عرفت؟ كثير أنا أعرفهم كثير يتدربوا يوصلوا، بعضهم وصلوا حزام أسود، أسود اللي هو في نظرهم آخر مرحلة أو آخر حزام الأسود آخر الأحزمة. بعدين تجي بعد فترة يقول لك، تجي تقابله تقول له إيش استفدت، إيش سويت في رياضتك، إيش سويت في حياتك، يقول لك والله بطلت. اللي يقول لك يعني خلاص كبرت في السن، واللي يقول لك ما استفدت منها هذيك الفائدة الكبيرة، أو اللي يقول لك طفشت، أو اللي يقول لك طيب بعدين، ما في يعني ما في طريق قدامه، خلاص وصل الأسود، هذا هو آخر يعني زي ما تقول آخر المشوار، حزام الأسود آخر ما تشوفه عينه، آخر شيء. يعني بعضهم يظنون تفكيرهم زي كذا، إنه أول شيء يلعب كاراتيه، طيب بعده يلعب تيكواندو، بعده يقول أبغى ألعب كونفو لأن الكونفو قوية وعندهم أساليب، بعده نأخذ دحرجات، بعده نأخذ سقطات وزي كذا. فن النينجا فن يعني مرة كبير متشعب، خاصة فن النينجا شنوبي متشعب، يعني أنت راح تستفيد السنين اللي ضيعتها أو اللي يعني راح تضيعها يعني في فنون ثانية، يعني في تفكيرك أنك تبغى كاراتيه بعدين تبغى عشان تكمل نفسك. فأنصحك أنك إيش يعني توفر على نفسك هذه السنين كلها، زي ما قلنا يعني تدمج فن النينجا، يدمج بين العقل والروح والقلب. زي ما تدرب جسدك لازم أن تدرب روحك، زي ما تدرب روحك لازم تدرب قلبك، وشي 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 وراح توصل إلى مراحل عالية، راح توصل إلى أسلحة مرة يعني عميقة، إلى السيف، لين توصل إنك تتقن السيف إن شاء الله. يعني المراحل هذه جدا عالية، توصل مراحل قدام وقدام وقدام، تكون هذه حياتك النينجا، تكون هذه حياتك. يعني أنا أنصحك يعني هذه نصيحة يعني بسيطة، إنه إيش بدل إنك تروح لرياضة بعدها لعبة بعدها، خلاص هذا الفن جاء وجد حق سنين طويلة وتم تأليفه، يعني ما جاء بين يوم وليلة، وبخبرة مرة كبيرة وطويلة. فهذا الفن يعني جاء لساعدك، وجاء لتسهيل مهارات النينجا، وجاء لتسهيل مهارات الفن هذا داخل فيه. إذا كنت تسأل يعني إيش في هذا الفن أو إيش موجود فيه، كنت تسأل يعني الفن هذا إيش داخل فيه من فنون، أنا أقول لك فن النينجا، كوغاريو نينجيتسو دو، الكونفو، الكابويرا، الباركور، الجوجيتسو، الكاراتيه والتايكوندو والكيك بوكسينج والملاكمة والكابويرا وكثير، والجمباز وأشياء كثيرة، وفنون المسكات وتكسير والأسلحة، كل الأسلحة اللي تعرفها اللي تتوقعها واللي ما تتوقعها. فهذا اللي عندي، وهذا اللي يعني حاب أوصله، هذه الفكرة البسيطة يعني هذه الفكرة البسيطة اللي حاب أوصلها عن فن النينجا. أتمنى يعني أنكم أنتوا تقرأ أكثر في موقع النينجا ninja.com حتى إيش يعني تتغير فكرتك وتطلع يعني تشوف أشياء أكثر، وتشوف أشياء يعني شوف نادر هذا الموقع، نادر أن تلقى زي هذا الموقع يكشف لك كل أسرار النينجا. في الأخير أقول شيء بسيط، إنه إذا كنت حاب تعرف فن آبائك وفن أجدادك وفن الصحابة، فن الصحابة اللي فن المحاربين الحقيقيين، فن المحاربين القدامى إيش كانوا يستعملوا، وإيش كان كيف كانوا يتصرفوا، وكيف كانوا يقاتلوا، وإيش كانت الأسلحة اللي عندهم، فن العرب القديم، صدقني راح تلقاه في فن النينجا العربي. هذا هو، راح تلقى السيف زي ما هو، زي ما كنت تعرف، وزي ما من الألف زي ما يقولوا لين الياء، راح تعرف أسلحة كثيرة، راح تعرف كمان السيف اللي هو يعني هم البارعين فيه أكثر شيء العرب وكذا، راح تعرف كيف تستعمله، كيف تمسكه، كيف تروح مسكه، الوقفات من إلى. فالفن هذا يعني فن كبير متشعب، وزي ما قلنا قبل شوية إنه بدل إنك تقعد كم سنة في فن وفي لعبة وفي رياضة، فأنا أقول لك يمكن يعني معلومة بسيطة يمكن بعض ما يكون عارفها، إنه فن النينجا العربي بإمكانك إنك توصل للحزام الأسود في 3 سنين فقط، في 3 سنين. في 3 سنين إذا كنت منضبط ومواظب على تمارينك
ما تخيب عن التمرين وتيجي كل يوم وتتمرن بجد وخلاص مع مدربك وتسمع كلامه وتراجع تمارينك أول بأول، راح توصل بإذن الله. يعني أنا أضمن لك أنك راح توصل حزام أسود إن شاء الله بجدك وخلاصك مع مدربك ومراجعتك للتمرين أول بأول، بإذن الله أنك راح توصل وراح تحقق طموحك وراح تحقق أهدافك إلى إن شاء الله بعد توصل للدانات دان واحد دان اثنين إلى أن توصل إلى أن تصير هذا النينجا، هي حياتك، هي نفسك، هي زي ما نقوله الشهيق والزفير، تصير يعني كل شيء، تمشي زي النينجا، تتنفس زي النينجا، قتالك يعني حتجيك أشياء مرة كثيرة تستفيد منها. وهذا كان اللي عندي حبيت أقوله وشارك في الشباب اللي يتمنوا أنهم يدخلوا النينجا. النينجا عالم حلو وعالم كبير وبس، وهذا اللي عندي وأتمنى التوفيق للجميع وشكرا. بس صمد سعيد سعيد حمزة أنت عبدو إن شاء الله هيدا سويت لنا ما صور أنا ما تخلص أنا ما لي إلا بالسلام مبروك الله حوش تقول يا عيال ما استاهل استاهل ايش مكتوبه ايش اقرا انت ايش مكتوب مبروك مبروك خرج يا هيثم الفريق النينجا فريق النينجا العربي يا ترك اي والله يلا سلامك هذا بسم الله يلا تعال اعطي حسب هيا 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 هيثم هيثم حلوه ها كيف حلوة حلوة خلاص يلا شباب بسم الله الرحمن الرحيم هجوم هجوم ضيف كراس هذه الحمزة هذه الحمزة هذه الحمزة ها من يقول ها حمد يلا شباب جميعا في دوجن نينجا العربي جميعا نينجا 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 كيف